730 راكبا كويتيا وصلوا إلى البلاد خلال اليومين الماضيين قادمين من تركيا على متن رحلات خاصة تم ترتيبها بالتنسيق بين وزارة الخارجية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وقال نائب الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس كامل العوضي في تصريح أمس إن الشركة ستقوم بتشغيل رحلة رابعة في وقت متأخر الليلة بهذا الخصوص. وأشار العوضي إن الكويتية تتابع عن كثب تطورات الأحداث في تركيا ولن تتوانى أبدا عن أداء واجبها الوطني في خدمة الكويتيين أينما كانوا، مشيرا إلى أن تشغيل الرحلات لجلب الركاب من تركيا إلى الكويت سيستمر بناء على التنسيق مع وزارة الخارجية التي ستطلع الكويتية على مدى الحاجة إلى تشغيل الرحلات لهذا الغرض. يواصل مطار الكويت الدولي منذ الصباح الباكر استقبال الرعاية الكويتيين من تركيا في رحلات مجدولة أقلت الطائرة الأولى ما يقارب 300 راكب والثانية ما يقارب 180 على أن تستمر الرحلات على التوالي بالتنسيق بين الخارجية الكويتية والقنصلية العامة للكويت في اسطنبول والسفارة في أنقرة وإدارة مطار الكويت الدولي. أول طائرة أميرية جامبو 747 كانت تحتوي على 300 راكب، والطائرة الثانية إيرباص 320 كانت تشيل 180 راكب. حاليا الحركة إلى تركيا لحد الآن ما في رحلات إلى تركيا، كل الرحلات قاعد تطلع فاضية من الكويت تجلي السواح الكويتيين من تركيا إلى إشعار طبعا آخر. سواح كويتيون تكلموا عن الوضع قبل وخلال مغادرتهم الأراضي التركية، البعض عاين الاشتباكات وأعمال الشغب والبعض تكبد عناء السير للوصول إلى الطائرة، لكن التسهيلات كانت مؤمنة. كان لحظة رعب عاشوها. ليش؟ شو صار يعني؟ بعد يعني استغربوا من الوضع، كجيش نازل الشارع ويعني صوت اطلاق نار ومثل القصف وطيارات قريبة. اليوم الثاني الصبح كلمونا السفارة، دزونا سيارات ودونا فندق ثاني قعدنا فيه تقريبا 8 ساعات، طلعونا للمطار قعدنا في المطار لين جات وقت الطيارة ورجعنا. الحمد لله، الحمد لله ما في أي شيء. وعملية الإجلاء للأمانة كانت يعني السفارة العام القائم بالأعمال كان موجود وطاقم الكويتية للأمانة يعني ما قصروا معانا يعني وسهلونا كل إجراءات الرحلة، حتى يعني عيالي لله الحمد يعني ما وصلوا مرحلة الخوف. بالورود والترحاب استقبل العائدون على أرض المطار، والخارجية الكويتية بالتنسيق مع إدارة المطار في جهوزية تامة لتوفير كل التسهيلات والمساعدة لمن يتصل راغبا بالعودة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.